ضمن حفلات ثالث أيام عيد الأضحى، التقى الفنان نصيف زيتون بالمحبين واحتفلوا سوا على أنغام أجمل أغنياته. وبمقابلة أجيناها مع نصيف هيدا يلي كشفه عن ألبومه الجديد. نصيف زيتون، أهلا وسهلا فيك. شو أمنيتك بهاي العيد؟ إن شاء الله يا رب يكون السنة سنة خير، ينعاد على الجميع، على كل أمتنا العربية. إن شاء الله يا رب هيك العيد يكون خير على الكل، يعطينا الصحة والعافية والأمان بإذن الله. سمعنا عم تحضر ألبوم جديد، خبرنا أكثر عنه. إن شاء الله يا رب. لا، عم حضر ألبوم هلا شوي معطلين بس كرمال الحفلات الصيفية، بإذن الله بيطلع ألبوم حلو. تقريبا صرت عامل شي 6 أغاني تقريبا، حط صوتي عليهم، بس الباقي لسه بعد إن شاء الله بعد الصيفية بإذن الله. صار نصيف بهيدا الوقت بينافس فنانين من الصفوف الأول على شبك؟ إن شاء الله بعد 10-15 سنة بإذن الله. أنا بعدني صغير، وبعدني صغير الجناح، لسه بكير بكير بإذن الله بكير. رسالة أخيرة بدي لك، ثانك يو كثير، ميرسي لوقتك، ينعاد عليك وعلى كل اللي عم بشوفونا. أما متعهد الحفلات السيد عماد أنصو، ويلي بتربطه صداقة قوية بنصيف، هيدا يلي قالوا عنه. عماد أنصو، أهلا وسهلا فيك عبر موقع الفن. دايما منلاقي في تعاون مشترك بينك وبين نصيف زيتون، يعني كل سنة أو كل يعني كل مناسبة بده يكون في حفلة مشتركة. أنا متعاون مع الكل ومعكم أنتم بالخاص، أنتم سبونسر لإلي كمان، ما بتعامل إلا مع الكبار أنا، ونصيف من الكبار. برأيك عماد، صار نصيف ينافس أهم النجوم بالعالم العربي على شباك التذاكر؟ صدقا بدون أي مبالغة، صار أهم من أي نجم بالعالم العربي. صدقا مش عم ينافس، صار أهم منهم. لما نشوف نحن نصيف لحاله عم ينزل بحفلة عم بيسكر 1000 شخص، وغير مطربين ما عم يجيب 100 و200 وأسامي كبيرة ونجوم ما بدي أنا أسمي، فبش عم ينافس، صار أهم من النجوم. أنا تجربتي معه طويلة، بس أنا عم شوف يعني مثلا يوم عيد أضحى، لا في خليجي لا في سوري لا في عراقي، بس على اللبناني مفول حفلة اليوم وحفلة بكرة. يعني عم تحكي باليوم الموهومبيك فل وبكره جنوب فل ولحاله. ما تنسى انه عاده الفنان بيستعين بفنان تاني ليعكس عليه، يعني ولا مره احنا شفنا نجم الا ما يكون نوعه نجمه اولى او نجم تاني ليعملوا بحفله وعبوا 500. يعني هلا عم نشوف نصيف زيتون لحاله بحاله عم يجيب 1000 وعم يسكر حفلاته، فانه عم ينافس النجوم الاول. لا، انا بقول انه صار اهم من بعض النجوم الاول.